السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية، إليكم أبرز عناوينها. وزير الخارجية الفرنسي يجدد بالرباط، أكيد فرنسا على دعمها الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، ويعرب عن إعجابه بدينامية التنمية في المغرب بقيادة جلالة الملك. برئاسة المغرب، الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تؤكد على أهمية الحق في التنمية كأولوية. خلالها ينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة وثلوج بالمرتفعات التي يفوق علو 1300 متر، والمديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية. تميز المغربي في فئة الشبان خلال بطولة العالم لركوب الموج صنف البودي بور التي يحتضنها شاطئ تاغازوت والتي تنظم لأول مرة في المغرب. أهلا بكم. جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي اليوم بالرباط التأكيد على دعم بلاده الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، مؤكدا في هذا الصدد أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية. وسجل السيد سيجورني خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن فرنسا ترغب أيضا في المضي قدما من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص. فرح ساف وسمير بركة. فصل جديد من العلاقات بين الرباط وباريس تفتحه اليوم زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية ستيفان سيجورني إلى المغرب، وجهته الأولى إلى المنطقة منذ توليه حقيبة الخارجية في حكومة غابرييل أتال. فرنسا الراغبة في إعادة الدفء إلى علاقاتها مع المغرب، جدد وزير خارجيتها خلال هذه الزيارة دعم باريس الثابت والواضح للمقترح المغربي للحكم الذاتي، مؤكدا وعي بلاده التام بأن قضية الصحراء تعتبر وجودية بالنسبة للمغرب. La question du Sahara, c'est un enjeu existentiel. نعلم أن قضية الصحراء هي تحدي وجودي بالنسبة للمغرب الذي تقدم بمقترح للحكم الذاتي منذ 2007، وهذا المقترح منذ طرحه على الطاولة حظي بدعم واضح وثابت من طرف فرنسا. هذا الموقف عبرنا عنه دائما واليوم نؤكده بشكل أكثر قوة. لقد حان الوقت اليوم أن نتقدم أكثر، وهذا ما سأحرص عليه شخصيا. Avancer, c'est peut-être tout d'abord en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis pour cela. وعندما أقول التقدم أعني إيجاد حل براغماتي واقعي دائم ومبني على التوافق، ولهذا نحن ندعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف الموائد المستديرة، وندعو كافة الأطراف المعنية إلى الانخراط فيها بحسن النية. التقدم أيضا يعني دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، خصوصا وأن المغرب استثمر كثيرا في عدة مشاريع تنموية سواء في التكوين أو الطاقات المتجددة أو السياحة أو الاقتصاد الأزرق، وسنواكب هذه المسيرة التنموية وسندعم الجهود المغربية في هذا المجال. Le développement de cette région en appui des efforts marocains. وفي سياق السعي الفرنسي إلى تحقيق تقارب جديد مع المملكة جاءت هذه الزيارة التي سبقتها العديد من المؤشرات والإشارات التي بعثتها باريس الطامحة إلى إعادة العلاقات مع المغرب إلى سابق عهدها، المغرب الذي أصبح فاعلا إقليميا وقاريا قويا. المغرب بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس أصبح قطب استقرار وقوة سياسية إقليمية مهمة. المغرب أصبح فاعل أساسي في محيط الجغرافي سواء في شمال إفريقيا في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي القارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي بصفة عامة.
والمغرب بفضل الإصلاحات اللي قام بها جلالة الملك على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، اليوم كيف منح فرص مهمة لشركائه، لهذا المملكة هي دائما واحد الشريك اللي هو مطلوب ومرغوب من قبل القوى الكبرى على المستوى الدولي. وبالتالي من هذا المنطلق هذا العلاقة المغربية الفرنسية كيخصها تجدد وتطور وفق مبادئ ديال الاحترام المتبادل، وفق مبادئ ديال الطموح، وفق مبادئ ديال التنسيق، وفق مبادئ بحال اللي قلت أنها علاقة دولة لدولة يرعاها جلالة الملك وفخامة الرئيس. أجندة هذا اللقاء المغربي الفرنسي لم تخلو من التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب الدائرة في قطاع غزة. حدثنا على أثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وال يعني ما خلفه من أثار إنسانية كارثية، وكيفية العمل بحال اللي أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب الرياض الأخير، على وقف لإطلاق النار، على وصول المساعدات، على خلق عملية سياسية، على عدم تهجير الفلسطينيين، على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس. احنا على أعتاب شهر رمضان والوضع كيكون متوتر في هذا الشهر، والمغرب يحذر من كل الممارسات، من كل القرارات اللي يمكن لها تزيد التوتر في حول المسجد الأقصى وفي مدينة القدس خلال هذه الفترة، واللي تنضاف إلى الواقع المأساوي الخطير اللي كاين في غزة. وتعتبر زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية ستيفان سيجورني إلى المغرب الأولى من نوعها منذ توليه منصبه بداية العام الجاري خلفاً لكاترين كولونا. ولمناقشة ملف العلاقات المغربية الفرنسية نرحب بضيوفنا الكرام هنا في بلاطو الأخبار، الدكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية. أستاذ أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا للدعوة. أهلا. ومن العيون معنا مباشرة الدكتور عبد الفتاح بالعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات. أستاذ بالعمشي مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا. إذن البداية معك أستاذ الروداني، إذن العلاقات بين الرباط وباريس في أي مستوى اليوم، وما هي العناوين البارزة لهذه المرحلة الجديدة؟ ولا بد من الإقرار بأن العلاقات المغربية الفرنسية مرت مؤخرا من مرحلة فتور، مرحلة برود، لمجموعة من العوامل مرتبطة بالعلاقات البينية المغربية الفرنسية. ولكن ما جعل هذه العلاقة تستمر هو أن اليوم هذه العلاقات هي متجذرة في التاريخ، عراقات استراتيجية ما بين باريس والرباط، ثم كذلك بأن اليوم النسق السياسي والنسق الاستراتيجي على المستوى المجالات الجيوسياسية المرتبطة بالبلدين يعرف واحد ديناميكية كبيرة. اليوم المغرب رغم يعني السنتين التي عرفت فتور كان دولة في دبلوماسيته كان لم يرد بالانفعال، بل كان دولة حافظ على نوع من الانسجام استراتيجي، كان تعاون أمني، كان تعاون اقتصادي، تعاون تجاري، بل أكثر من ذلك بأن سنة 2022 عرف النمو التجاري ما بين المغرب وفرنسا نموا بنسبة 24% مقارنة بسنة 2021، وهذا يظهر بتملك الرباط لما كانت باريس الاستراتيجية في علاقة الرباط بالاتحاد الأوروبي. اليوم هناك سياق جديد، هناك جيوسياسية للمنطقة برمتها، على اعتبار اليوم هناك المغرب كما جاء على لسان جلالة الملك له عقيدة دبلوماسية جديدة. المغرب ينظر إلى الشراكات الاستراتيجية وإلى صداقات الدول من خلال منظور مقاربة هذه الدول لملف الصحراء المغربية. اليوم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغرب الصحراء يعني رفع من سقف مطامح المملكة المغربية ومطالب المملكة المغربية
من شركاء استراتيجية فرنسا اليوم على موقفها الثابت. هو تأكيد جميل جدا، ولكن هو تصريح ضمني، ولكن ننتظر موقف رسمي كبير بما يعني الاعتراف بمغرب الصحراء أكثر، لأن اليوم هناك تطورات استراتيجية، اليوم هناك علاقات متينة، هناك شراكات استراتيجية على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري. ولكن أعتقد اليوم كما جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي بأن مسألة الصحراء المغربية هي رهان وجودي بالنسبة للمملكة المغرب، وهذا الرهان الوجودي يتطلب موقفا متطورا جدا، الاعتراف بمغربية الصحراء. وأعتقد بأن اليوم هذه الكرونولوجية الأحداث منذ موقف الممثل الفرنسي في الأمم المتحدة خلال التصويت على القرار 27/03، ثم كذلك المتعلق بمغربية الصحراء، ثم كذلك زيارة موقف السفير الفرنسي لكورتي بالدار البيضاء عندما قال بأن اليوم على فرنسا أن تنظر إلى حاجيات استراتيجية للمملكة المغرب، ولا يمكن أن يكون هناك تطور في العلاقات الدبلوماسية أو البينية بين باريس والرباط دون يعني موقف صريح من فرنسا حول هذا الملف الذي هو يعتبر ملف وجود وليس ملف حدود. وبالتالي اليوم كذلك استقبال سمو الأميرات في قصر الليزي بطلب من فرنسا، ثم كذلك اليوم يعني المرحلة وهي مرحلة الرئيس وجود وزير الخارجية الفرنسي بالرباط. أعتقد بأن كل هذا مهم جدا في استقراء بأن هناك إدراك استراتيجي لفرنسا للرباط في معادلات جيوستراتيجية مهمة، في معادلات شمال جنوب وفي معادلات جنوب جنوب، على اعتبار التحديات المطروحة على مستوى القارة الإفريقية، على مستوى دول غرب إفريقيا، الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الرباط كقوة إقليمية. وأعتقد بأن كما قال السيد وزير الخارجية المغربي ذات يوم بأن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، واليوم المغرب له متطلبات، المغرب له قوة إقليمية، قوة قارية، على الكل أن ينظر إليها بهذا المعيار. قبل أن نواصل الحوار سيد روداني، أتوجه صوب مدينة العيون مع ضيفنا من هناك الدكتور بلعمشي. إذن أستاذ، في أي سياق تأتي هذه الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات المغربية الفرنسية، وكذلك ما هي المحددات والأسس التي تميز هذه الدينامية الجديدة؟ أعتقد بأن العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية تتوج اليوم بهذه الزيارة لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي في ظرفية دقيقة جدا، على اعتبار التطورات التي عرفتها السياسة الخارجية المغربية طيلة الأشهر الماضية وطيلة السنتين الماضيتين اللتين عرفت نوع من الفتور إن صح التعبير في هذه العلاقات. اليوم هناك إرادة تعبر عنها السياسة الخارجية الفرنسية من خلال تصريحات السيد وزير الخارجية، ومن وجهة نظر دبلوماسية أعتقد أنها بداية لمرحلة جديدة ربما تعرف تطورات فيما يتعلق بالملفات التي المشتركة بين البلدين. هناك العديد من المباحثات التي طبعت هذه الزيارة مع السيد وزير الخارجية وشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والأهم في هذه التصريحات هو الحديث عن مجموعة من الركائز التي تعتبر في السابق شراكة بين المغرب وفرنسا، حينما يتحدث عن إعادة التفكير في الاتحاد من أجل المتوسط، حينما الذي يعرف نوع من الجمود، والذي كانت كل من فرنسا والمملكة المغربية يعني في بداية إطلاق هذا المشروع يعني كان هناك طموح كبير في المضي قدما لدول المتوسط من أجل شراكة معينة، ولكن هناك إكراهات موضوعية وأخرى ذاتية مرتبطة الدول وبالإشكالات الكبرى للنظام الدولي التي لم تعرف توافقات في هذه المنطقة. اليوم المغرب يتجه نحو الأطلسي، يتجه نحو مجموعة من المبادرات الكبرى التي تراقبها فرنسا عن كثب، واعتقد بأن السياسة الخارجية الفرنسية النظر في العلاقات مع المملكة المغربية بكثير من الجدية وبكثير من الانضباط أيضا فيما يتعلق بالتوابط التي حددها جلالة الملك في أن يتعامل مع المغرب وفق جميع الملفات على قدم المساواة بدون عزل ملف ربما يتعلق بالهجرة أو بحقوق الإنسان. إذن هذا ما شاهدناه كذلك من خلال تجديد فرنسا اليوم تأكيدها على موقفها الثابت والواضح إزاء قضية الصحراء المغربية. إذن كيف قرأتم حرص باريس على الالتزام بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب منذ سنة 2007؟
هناك نوع من التعديل إن صح التعبير في الموقف الفرنسي فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، حينما يتحدث وزير الخارجية الفرنسي عن المجهودات الكبرى التي تقوم بها المملكة على مستوى التنمية وعلى مستوى دعم الاقتصاد في منطقة الأقاليم الجنوبية، وهو يقول بأن فرنسا هي تسعى لأن تكون شريكا في المضي قدما نحو المنطلق الذي كان منذ سنة 2007 حينما اقترح المغرب مقترح الحكم الذاتي. وللحقيقة أيضا أن فرنسا لم تكن ضد هذا المقترح في على مستوى على الأقل صدور قرارات مجلس الأمن باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولكن في الممارسة في السياسة الخارجية لا نلاحظ تأثير كافي لهذا الموقف فيما يتعلق بالإقرار بمغربية الصحراء على غرار إسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الأوروبية التي يعني تقر تباعا بمغربية الصحراء بشكل أكثر وضوحا من الموقف الفرنسي الذي لم يتغير إن صح التعبير، ولكن نعم. في الممارسة يحتاج إلى كثير من الفعالية ويحتاج كثير إلى كثير من التطمين للمضي قدما بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بفرنسا. طيب إذن بالعودة إليك أستاذ روداني، ما هي أبرز الملفات وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الرباط وفرنسا والتي كانت مطروحة على جدول أعمال زيارة الرئيس أو زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية للمغرب، والتي تتقارب فيها مواقف وكذلك وجهات نظر باريس والرباط؟ على يعني كان هناك ملف الصحراء المغربية كان حاضرا بطبيعة الحال على مستوى هذا، على مستوى النقاشات الثنائية ما بين وزيري الخارجية المغرب والفرنسي. ثم كانت هناك ملفات على المستوى الاستراتيجي المرتبطة بملف غزة، اليوم الاعتداء الإسرائيلي على غزة كان مطروح، يعني الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كذلك مواضيع ذات بعد استراتيجي بالنسبة لباريس والرباط. ثم كذلك هناك الملف الليبي، ملف كذلك على مستوى منطقة القارة الإفريقية، هناك رؤية مشتركة حول وإرادة حقيقية للرقي بالشراكة الثلاثية نحو في القارة الإفريقية، على اعتبار اليوم المغرب هناك كذلك مبادرة الأطلس لجلالة الملك، وهناك مبادرة دولية لجلالة الملك لانخراط دول أفرو أطلسية نحو في المجال الجيوستراتيجي للأطلسي. لاحظنا مؤخرا في لقاء سي يوسف العمراني وسفير جلالة الملك بواشنطن في السفارة المغربية من خلال هذه المبادرة الأطلسية التي أصبحت اليوم يعني حديث الساعة على المستوى الدولي. ثم كذلك على مستوى الدول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء هناك تنامي للضربات الإرهابية، نعرف بأن المغرب له علاقات متميزة والمغرب شريك استراتيجي بالنسبة لفرنسا في محاربة الإرهاب. هناك يعني كم مرة المغرب فكك مجموعة من الخلايا الإرهابية سنة 2016 سنة 2015 حتى سنة 2017، كانت زيارة لمسؤولين فرنسيين بارزين على المستوى الأمني مؤخرا إلى المملكة المغربية. هناك عملية عسكرية مشتركة ما بين المغرب تسمى عملية الشرقي، يعني كانت تدار على المستوى يعني على المستوى القوات الطيران. وبالتالي اليوم هناك ملفات كبرى، خاصة ملف المتوسط، الاتحاد من أجل المتوسط اليوم يعرف نوع من الفتور والجمود، وكذلك ليست هناك رؤية مشتركة للدول المتوسطة للنهوض بهذا المجال الجيوسياسي الحيوي من أجل يعني أن يتحمل مسؤولياته على المستوى الجيواقتصادي أو الجيوأمني أو الجيوسياسي. إذن أستاذ روداني، نبقى في هذه النقطة المتعلقة بالاتحاد من أجل المتوسط، إذن ما هي أبرز هذه الرهانات المطروحة اليوم من أجل النهوض بهذا الاتحاد، خصوصا في ظل مجموعة من المتغيرات الجيوستراتيجية بالمنطقة؟ الاتحاد من أجل المتوسط كما تعلم سيدي المحترم هو انبثاق من ما يسمى باتفاقيات برشلونة، كان الأساس هو خلق عملية توافق حول ما يسمى بالتطور المندمج ما بين الضفة الجنوبية والضفة الشمالية. للأسف هناك صراعات كبيرة في شرق المتوسط وشمال وغرب المتوسط على اعتبار الوضع في ليبيا، كذلك الصراع في منطقة يعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ثم كذلك الصراع على مستوى الجزر والطاقة داخل منطقة شرق المتوسط. وبالتالي هناك بعض المعادلات الجيوستراتيجية اليوم التي أصبحت تأخذ منحى يعني الصراع الكبير داخل المتوسط. زيادة على ذلك بأن اليوم المغرب من بين الدول القليلة التي ما زالت الآن تساهم ماديا من أجل يعني هذا التجمع الإقليمي أو التجمع الكوني، على اعتبار أنه يشمل مجموعة
من القارات. وبالتالي اليوم عندما نلاحظ كيف المغرب يبادر من أجل يعني إعطاء يعني دفعة قوية لهذا الاتحاد، نلاحظ بأن المغرب يعني راه حريص كبير على أن يجعل المتوسط يعني مجمع حضاري مهم من أجل تشكل بنية يعني اقتصادية قوية أن تجمع ما بين دول شمال أوروبا وغرب أوروبا ودول جنوب أوروبا. وكذلك المشكل العالم ثاني، هناك مشكل مهم جدا ومشكل ليبيا. مشكل ليبيا مشكل مطروح بشكل كبير، وقد أكده السيد وزير الخارجية المغربي على اعتبار بأن وجود منصات مختلفة للمشكلة الليبية يعيق هذا المشكل، على اعتبار أن ليبيا دولة متوسطية. وبالتالي اليوم من هناك مجموعة من الملفات التي تعيق يعني هذا التدخل من أجل النهوض بالاتحاد من أجل المتوسط. إذا نبقى في نفس الإطار، وعطفا على ما ذكرها الأستاذ الروداني. أستاذ بلعمشي، ما هي التحديات التي تحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة من الاتحاد من أجل المتوسط، وأين تتجلى كذلك أهمية مساهمة المغرب في هذه المؤسسة؟ المملكة المغربية وفرنسا كان شريكين أساسيين في إعلان هذا الاتحاد وفي الطموح نحو تحقيق أهداف مشتركة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. ولكن منذ الإعلان عن هذا الاتحاد وإلى اليوم طفت على السطح من ناحية جيوسياسية مجموعة من المتغيرات ومجموعة من الظروف التي حالت دون يعني تحقيق هذه الأهداف. أولها عدم وجود يعني مساواة فيما يتعلق بالنظرة بين دول الشمال ودول الجنوب، والمغرب هو يسعى لأن تكون لدول الجنوب مواقف واضحة فيما يتعلق بتفعيل هذا الاتحاد والتعامل مع القضايا الاقتصادية وإشكالات النظام الدولي، بالخصوص فيما يتعلق بالأدوار التي تقوم بها دول الجنوب فيما يخص مثلا ملفات الهجرة وملفات أخرى فيما يتعلق بالتجارة وبالدعم الذي يمكن أن تحظى به هذه الدول كدول جوار الاتحاد الأوروبي. اليوم أعتقد بأن هناك إرادة من قبل الإدارة الفرنسية في إعادة إحياء هذا الاتحاد على أساس جديد يضمن الاحترام المتبادل أولا، ويضمن ندية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الدول، خصوصا أن هناك إشكالات أخرى سياسية حينما يتعلق الأمر بالعلاقات بين دول شمال إفريقيا وبالتوازنات الجديدة التي أصبح يحقق فيها المغرب مكاسب كبيرة على المستوى الدولي ويبحث عن منافذ جديدة لتطوير أدائه في السياسة الدولية وبالخصوص في بعدها الاقتصادي. بمعنى أننا نحن أمام دولة التي هي المملكة المغربية كشريك موثوق يطور أدائه على مستوى البعد على مستوى القارة الإفريقية من جهة، وأيضا هو أصبح ضروريا وأساسيا في توجه اقتصادات العالمية نحو إفريقيا. ربما هذا المنطق الذي أصبح يفعل به المغرب علاقاته الدولية بالخصوص مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول أوروبية أخرى ومع دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها في يعني استراتيجية مندمجة لخدمة الأهداف الكبرى لهذه الشراكات. فرنسا اليوم لا تريد أن تبقى خارج هذه الدينامية، وهي تحاول بهذه الخطوة أن تنخرط في استراتيجية في المبادرات الاستراتيجية للمملكة المغربية بخصوص القارة الإفريقية. نعم، إذن أستاذ بلعمشي، ما الذي يجعل من المغرب شريك استراتيجي بالنسبة لفرنسا؟ وكذلك أين تكمن أهمية تجديد وتطوير العلاقات المغربية الفرنسية كما أكد السيد بوريطة، سواء على مستوى المضمون أو المقاربات أو كذلك الفاعلين، لتواكب التطورات والتحولات وكذلك التحديات؟ نحن أمام أبعاد تاريخية لا يمكن إنكارها في العلاقات الثنائية المثالية بين المغرب وفرنسا بالخصوص في الجانب الاقتصادي، ولكن هناك أيضا سيادة كاملة للمملكة المغربية في تنويع شراكاتها على المستوى الدولي، وهذا ما عبر عنه جلالة الملك في القمة المغربية الخليجية سنة 2016 في أبريل، حينما تحدث عن تنويع تصريف قنوات السياسة الخارجية المغربية إلى وجهات جديدة مع الحفاظ على الوجهات الكلاسيكية. ربما هذا النوع من التوجه نحو وجهات جديدة هو أدى إلى نوع من الفتور فيما يتعلق بالتوجه الفرنسي نحو التعامل ونحو استمرارية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية. اليوم أعتقد بأن هناك اقتناع متجدد من قبل السياسة الخارجية الفرنسية على أن المغرب ملتزم بمواقفه وملتزم بشراكاته الاستراتيجية، ولكن يمتلك أيضا السيادة في أن يختار التوجه الذي يرتبط
يقتضيه فيما يتعلق بخدمة مصالحه ومصالح اقتصاد الوطني المغربي على المستوى العلاقات الدولية الراهنة، بالخصوص في هذه الفترة التي يعرف فيها العالم مجموعة من التناقضات ومن التوترات التي تستدعي المزيد من الاستراتيجيات المبدعة كما تقوم بها المملكة المغربية. أكيد سيد بن عمشي. إذن بالعودة إليك أستاذ روداني، ماذا بعد زيارة السيد ستيفان سيجورني لبلادنا، وكذلك ما هي الأفاق التي تفتحها هذه الدينامية الجديدة في العلاقات بين الرباط وباريس؟ ومن الطبيعي أن يكون هناك يعني تطور في النشاط الدبلوماسي ما بين البلدين من خلال زيارات دبلوماسية متبادلة ما بين الرباط وباريس. ثم كذلك اليوم نلاحظ بأن هناك اهتمام فرنسي بالدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الرباط في مجموعة من المعادلات الاستراتيجية على مستوى القارة الإفريقية، على مستوى المتوسط، على مستوى كذلك الأطلسي. وبالتالي أعتقد بأن اليوم هذه العلاقات هي محكومة عليها بالتطور وبالتجدد، ومحكومة عليها كذلك بالإدراك الاستراتيجي مجموعة من التحديات التي يعني أصبحت الآن محددة في قوة البلدين. وبالتالي أعتقد اليوم هذا العلاقات الاستراتيجية المغربية الفرنسية هي علاقات تتطور في الزمان والمكان من خلال أفعال ومن خلال كذلك ممارسات وكذلك من خلال مواقف سياسية، على اعتبار أن المغرب يدخل في إطار مجموعة من المشاريع الكبرى. اليوم المغرب سينظم بمعية إسبانيا والبرتغال كأس العالم، هناك مشاريع بنيوية مهيكلة للاقتصاد المغربي، هناك كتطور في البنية التحتية للمملكة المغربية على المستوى الأقاليم الجنوبية، لاحظناها في كذلك في يعني في كلام السيد وزير الخارجية الفرنسي عندما قال أن فرنسا ترى يعني تنظر إلى هذا التطور الكبير، وكذلك يعني النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015. وبالتالي هناك كذلك تعبير جيوسياسي واستراتيجي بأن المغرب اليوم هو بوابة لفرنسا نحو القارة الإفريقية، لاعتبار بالكلام يعني الأقاليم الجنوبية وتنمية الأقاليم الجنوبية وما يسمى بالاقتصاد الأزرق، كل هذا يظهر بأن فرنسا تتملك يعني محددات القوة الاستراتيجية للمملكة المغربية داخل القارة الإفريقية على المستوى الأطلسي وعلى المستوى المتوسط. وبالتالي اليوم أعتقد بأن هذه العلاقات هي مكتوب لها بالنجاح وأنها ستتطور في الزمان والمكان، وأعتقد بأن هناك مواقف جد متقدمة تنتظر يعني فرنسا والمغرب في إطار خلق مشاريع تنموية مندمجة ومشتركة. نعم. إذن الدكتور شرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية، شكرا لحضورك معنا وشكرا على كل هذه المعطيات. والشكر موصول كذلك لكم الدكتور عبد الفتاح بالعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات. إلى جنيف، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إلى تعزيز العمل من أجل التخلص من الطاقات الأحفورية، محذرا من أن الحرب على الطبيعة هي حرب على حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي أكدت على ضرورة إصلاح البنية المالية للنظام الدولي من أجل تمويل ملائم لحاجات الدول الفقيرة وتمكينها من ولوج تمويل طويل الأجل أكثر إنصافا. دورة تتميز بترأس المملكة المغربية لأشغالها، ومن شأنها أن تنظر في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان فيما يقرب من 45 دولة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جنيف السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. إذن سيد وزير مساء الخير. مساء الخير. إذن هذه الدورة تنعقد في سياق عالمي يتسم بالتعقيد، وعلى جدول أعمال المجلس العديد من المحاور والملفات الهامة. في اعتقادكم سيد الوزير، ما هي القضايا ذات الأولوية والتي تستدعي النظر في البث فيها بشكل استعجالي؟ وفي الحقيقة الأمور معقدة جدا، لأنه حينما يهتز الوضع الدولي ويطرح قضية السلم والأمن الدوليين في حقوق الإنسان تصبح تحتل الدرجة الثانية وليس الدرجة الأولى. لذلك فالأمن والسلم الدوليين هو طرح مشكل. ثانيا أنه أينما كانت حقوق الإنسان في ظل هذه الاهتزازات، وثالثا هي الوضعيات ديال البيئة وكذلك الحماية الاجتماعية التي أصبحت مطروحة بقوة، وللمغرب كان سباق فيها بناء على القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك.
نعم، إذن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال دورة 55 تتضمن خطة عمل واعدة وبأولويات محددة وكذلك دقيقة. كيف تنظرون لهذه الأولويات وكيف سينجح المغرب في منح قيمة مضافة لعمل المجلس؟ وفي الحقيقة رئاستنا لمجلس حقوق الإنسان هي مسؤولية والتزامات. هي أولا أصبحنا الآن في الضوء المكشوف بالنسبة للعالم كله، كل يراقبنا وكل ينتظر منا كدولة إفريقية لها مسؤولية دولية الآن من موقع دولي وله تأثير على مستوى القرار الدولي. والحقيقة السيد السفير زنيبر عمار الذي يترأسه قدم تصورا وبرنامجا في هذا الموضوع إلى الأمم المتحدة، والذي أثار فيه مجموعة من القضايا مثل قضايا البيئة، مثل قضايا التعاون الدولي، ومثل ثم كذلك إعادة النظر في عمل المجلس وفي هياكل المجلس من أجل تطويره وأن يجاري الوضع الدولي الذي يصبح يفرض الآن قضايا متعددة مثل قضية الماء، مثل قضية الحماية الاجتماعية كما قلت، غيرها من القضايا. ولكن المغرب قدم تصورا متكونا من 4 نقاط من القضايا التي مطار الآن في العالم، وخاصة قضايا البيئة وقضية كما قلت الحماية الاجتماعية وغيرها من القضايا المطروحة. ولكن المغرب أنا متأكد بأننا سنلعب دورا أساسيا في ترك بصماتنا في عمل هذه المؤسسة، وكذلك سيجسد المغرب دور دولة إفريقية لها قناعة في مجال حقوق الإنسان ولها دور، وأعتقد بأنه سنقوم بعمل جيد والذي يقوده السيد عمر زنيبر رئيس المجلس، وأن المغرب بترأسه لهذا المجلس سيعطي مرة أخرى للأصدقاء وغير الأصدقاء سيعطيهم رسالة قوية، وأن المغرب عنصر أساسي في المجتمع الدولي ومساهم رئيسي في القضايا الدولية. نعم، إذن سيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشرة من جنيف. ونبقى بجنيف، حيث أجرى وزير العدل مباحثات مع عدد من المسؤولين من كل من الغابون ومالي وأوزباكستان والفلبين، همت مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها. نوال الجراري، أحمد العلوي، وأمين الشرقاوي. خلال هذه المباحثات تم استعراض سبل تعزيز الشراكة المثمرة في مجالات متعددة. المغرب يواصل التزامه تجاه إفريقيا لتعزيز التنمية الشاملة. ملفات التعاون المشترك كانت حاضرة، ومبادرة المشروع الأفرو أطلسي الرائد في صلب المباحثات. تناولنا العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خصوصا المتعلقة بمجال المساعدة القضائية والتعاون في مجالات العدل وحقوق الإنسان، خاصة وأن المغرب والغابون تجمعهما علاقة صداقة قوية. كانت مناسبة جد هامة بالنسبة لنا لتبادل المعارف والخبرات وتكثيف التعاون في مجالات العدل والقضاء بين بلدين تربطهما علاقات تاريخية متينة تتقوى عبر الزمن. لقاءات مماثلة كانت مناسبة لاستشراف إمكانيات التعاون في مستويات أكثر عمقا واستحضار الإمكانيات المتاحة لمد الجسور. أعتقد بأن أوزباكستان لها الاستعداد التام لربط علاقات تعاون مع المملكة المغربية في عدة مجالات اقتصادية، سياسية، وثقافية، وسياحية، وغيرها من المجالات. Politik, kulturell, touristik, etc. لدينا تحديات وتطلعات مشتركة، ونتطلع إلى عقد تعاون مثمر وبناء مع المملكة المغربية في مجالات متعددة لتكريس حقوق النساء والأطفال وغير ذلك من المواضيع. ومجلس حقوق الإنسان ينعقد في ظل الحرب الدائرة في غزة، الوضع الإنساني المتردي والذي يحصد عشرات الأرواح كل يوم يسائل منظومة المجلس، الذي انعقد ضمنه لقاء وزاري رفيع المستوى بمشاركة وزير العدل المغربي تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تتطلع إلى وضع الحق في التنمية بمختلف أبعاده في صلب أولويات العمل داخل هذه الهيئة الأممية ذات المكانة المركزية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. عودة لنوال الجراري، أحمد العلوي، وأمين الشرقاوي.
قضايا هامة على الساحة الدولية تستأثر بعمل مجلس حقوق الإنسان خلال دورته 55، أزمات وحروب ومناخ في وضعية متدهورة ومجاعة آخذة في الانتشار. الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان حدث مميز، حيث المغرب ملتزم ووفي لولايته هاته وللمبادئ التي تحكم عمل المجلس ونظام الأمم المتحدة منذ إنشائه. ولاية حاسمة تتزامن مع تحديات جسيمة على المستوى الدولي، لكن المغرب عازم على خلق التوافق وحشد الآليات لتطوير عمل المجلس. بالفعل هالدورة يعني تتميز بأنها يعني تتدارس قضايا يعني جد مهمة على الساحة الدولية، وهي كذلك يعني فيها غادي تكون يعني تتمر في هالظروف اللي احنا تنشاهدوا أن هناك أزمات في العالم، في أوروبا وكذلك في الشرق الأوسط وفي إفريقيا وغيرها. والمهم هو بالنسبة للرئاسة أن الحوارات والنقاشات اللي غدور حول المواضيع تبقى في الإطار المقبول، بمعنى في إطار ديال الاحترام المتبادل وفي إطار ديال البحث عن درس المد المرتبط بهذه القضايا، المد لحقوق الإنسان. وللرئاسة المغربية أولويات: تعزيز الحوار وبناء الجسور وتوسيع فرص الحوار والتشاور لتعزيز الثقة وإيجاد الأرضية المشتركة. الرئاسة المغربية أخذت المبادرة وقدمت الأولويات ديالها في إطار يعني المسؤوليات اللي غتمارس في هذه السنة، وهذه الأولويات تتميز بأنها مرتبطة بالقضايا الأساس كذلك، غير هذه الأزمات اللي شرنا لها. ما هي القضايا الأساس؟ وهي الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي هذا الاتجاه وضعنا أولويات كالأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن البيئي. كما تحظى الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بالمصداقية والثقة، احترام وتقدير نتج عن النجاحات الدبلوماسية المتراكمة التي مفاتئ المغرب يحققها على أكثر من صعيد. الرئاسة المغربية تتمتع بواحد ثقة واحترام كبيرين، وأقولها يعني بكل صدق، ما دام أن الدبلوماسية المغربية دائما لها بصمات ديال المسؤولية، بصمات كذلك ديال يعني الأخذ بعين الاعتبار أنه يعني تكون مواقف يعني دائما تترتبط بالواقع. المغرب حصل أثناء ترشحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان على دعم دولي من جميع أنحاء العالم، نجاح استراتيجي سيمكنه من تقديم مساهمة نوعية، حيث يتولى المغرب رئاسة 3 دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان، فضلا عن رئاسة دورات استثنائية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل واجتماعات مهمة أخرى. تحت سقف هذه القاعة التي تحكي آلام وأوجاع العالم تتواصل جلسات مجلس حقوق الإنسان، وستكون للمغرب كلمته الحاسمة في الحد من أزمات حقوق الإنسان من خلال المساعي الحميدة والحوار والتعاون بين الأطراف المعنية. من داخل قاعة الجلسات الرئيسية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نوال الجراري وأمين الشرقاوي للقناة الأولى. ومن تونس، أنأ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم المغرب على انتخابه التاريخي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كلمة له خلال افتتاح الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، لتكون بذلك أول دولة عربية تترأس هذه الهيئة الأممية الهامة منذ إنشائها عام 2006. كما أبرز اختيار المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو إنجاز ينضاف إلى الإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية التي تم اختيارها لتنظيم نفس الحدث الرياضي لعام 2034.
بالرباط وعلى مدى 4 أيام ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين، والهدف تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية لهؤلاء المسؤولين القضائيين في مجال تدبير الإدارة القضائية. خديجة زروال وياسين مرافق. المسؤول القضائي ليس مطالب فقط بأن يكون متمكناً من أدوات القانون، بل وأيضاً عليه أن يتوفر على مهارة المدبر للمرفق الذي يرأسه. لن يتأتى ذلك إلا عبر تكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال الإدارة القضائية لتملك آلياتها من أجل فهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية. جعل المسؤول القضائي مدبر قيادي بمختلف معاني الثقافة القيادية للمقاولة القضائية، وسنحاول من خلال هذا التكوين أن نكرس هذا النهج حتى نستثمر في مهاراتنا القيادية وفي مداركنا المعرفية بشكل يحقق النجاعة ويكرس ثقة المواطن. لمدة 4 أيام سيخضع المسؤولون القضائيون الجدد والنواب الأولون للمسؤولين القضائيين الذين يمثلون مختلف المحاكم بجهات المملكة لتكوين شامل في مجال الإدارة القضائية والتي تفرضها التحولات التي تشهدها البلاد والمتمثلة في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية. المحاكم ينبغي أن ننتج العدالة بالجودة وبالمواصفات التي ينتظرها المواطنون، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تحسين مهارات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، لأنها فن قائم بذاته، وهذا الفن له قواعد وتقنيات وآليات، وهذه الدورة التكوينية تصب في هذا الاتجاه. النجاح في تدبير الإدارة القضائية عامل أساسي سيرفع من جودة الأداء القضائي ويعزز من الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا. بالعاصمة الأوغندية كيمبالا، وفي ختام ندوتها العلمية حول دورها في تحقيق الأمن الروحي، أقامت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة حفل عشاء على شرف المشاركين، تم خلاله بسط مخرجات الندوة وتثمين الجهود الكبرى التي تبذلها المؤسسة من أجل حماية الثوابت الدينية المشتركة على الصعيد الإفريقي. عمجيد حلاوي ومحمد أمين عموري. خلال حفل العشاء الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بأوغندا على شرف المشاركين في الندوة العلمية، تم تكريم الدكتور إبراهيم سالي رئيس فرع أوغندا لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة القنصل الفخري للمملكة بأوغندا، كما تم الاحتفاء بالطفل عبد الله زيد الذي تم تتويجه العام الماضي بفاس بجائزة أصغر مشارك في الدورة الرابعة لمسابقة المؤسسة في حفظ القرآن وترتيله وتجويده. الحفل كان مناسبة للتذكير بمخرجات الندوة العلمية المنظمة بأوغندا لأول مرة حول دور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تحقيق الأمن الروحي في إفريقيا. مثل هذا الحوار الذي يأتي به مؤسسة محمد السادس يكون بمعاني كثيرة جدا في ماذا؟ في ترك المواطنين يعيشون بسلام، بأمن وسلام. الهدف الرئيسي للمؤسسة هو إسهامها في تحقيق التعايش والسلام وإشاعة روح الوحدة في ظل التنوع الذي يميز أغلب المجتمعات الإفريقية. هناك دراسات تشير إلى أن 35% من سكان العالم يفتقدون الأمن الروحي، والأمن الروحي جاء به الإسلام والما جاء وأسس على هذه القواعد القيم الأخلاقية الطيبة التي تسعى هذه المؤسسة إلى إيجادها، وذلك من خلال بسط الإسلام المعتدل، من خلال بسط التعاون والتعارف بين العلماء الأفارقة. تم التأكيد في الحفل على ما توليه المؤسسة من أهمية لقيم الدين السمحة ولقيم التعايش الكونية. أهل أوغندا من المسلمين والمسيحيين نجحوا في أن يرسموا لوحة مشرفة في مجال التسامح والتعايش، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة منخرطة في المساعدة على تجسيد وتعزيز هذه القيم النبيلة. من كامبالا عاصمة أوغندا، عبد المجيد حلاوي ومحمد أمين العموري للقناة الأولى.
نتحول صوب قليمنا الجنوبية وبالتحديد مدينة العيون التي تحتضن السلسلة الأولى لمنتدى التفكير والتحليل والنقاش حول المبادرة الأطلسية الإفريقية وإدماج دول الساحل. لقاء يعرف مشاركة باحثين ومختصين وأساتذة غايتهم دراسة الأبعاد الجيوستراتيجية لهذه المبادرة التي تأتي كاستمرارية لجهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تنمية القارة. سلك بوشدور. المبادرة الأطلسية الإفريقية وإدماج دول الساحل تحليل للأبعاد الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية محور منتدى التفكير والتحليل والنقاش الذي أطره ثلث من الأساتذة والباحثين الأكاديميين قاربوا الأبعاد الجيوستراتيجية للمبادرة ودورها في إدماج دول الساحل. فكرية تتجلى في سلسلة أو منتدى سلسلة التفكير والحوار والتحليل حول موضوع المبادرة الأطلسية الإفريقية وإدماج دول الساحل الأبعاد الاستراتيجية الإقليمية والدولية. تفسير وتحليل ومقاربة هذه المبادرة الملكية الاستراتيجية التي تعد اليوم مبادرة فريدة من نوعها بحاجة إلى أن تصل إلى المواطن العادي حتى يصبح أولا فاهما لها مدركا لها وأيضا قادر أن يفعلها بصفة عامة. هذه المبادرة جاءت لإعطاء فرصة كبيرة للدول الساحلية لانفتاحها على المحيط الأطلسي. التقطت هذه الدول طبعا الرسالة سريعا واجتمع وزراء خارجيتها لتأكيد بأنهم منخرطون بشكل جدي وبشكل فاعلي في هذه المبادرة. لماذا؟ لأنها يعني تخدم إرهاصات وأماني الساكنة الإفريقية. الباحثون قاربوا أيضا المبادرة الأطلسية من زاوية نموذج تنموي جديد تماشيا مع الرؤية المستقبلية لإفريقيا ومنطقة الساحل وإجماع الدول الإفريقية على مكانة المغرب الرائدة للدفع بالعلاقات المغربية الإفريقية. في الخطابات الملكية نجد خط منطقي بدأ منذ سنوات. لما نعود إلى الخطابات هناك حديث على أن المغرب هو بوابة إفريقيا وعلى أن الأقاليم الجنوبية يتم تهيئها من خلال النموذج التنموي لتلعب دور في هذه البوابة. المغرب لما قدم مقترح حكومته في سنة 2007 سنتين بعد ذلك في 2009 بدأ الاشتغال على المبادرة الأطلسية اكتملت وأعلن عنها في الخطاب الملكي الأخير. بينهما كان هناك النموذج التنموي. المبادرة هي مبادرة تمثل معادلة يعني اعتدال أو عامل اعتدال في هذه المنطقة التي أنتج حولها مفهوم كان خاطئا هو أن القارة الإفريقية هي قارة التهديدات في حين جلالة الملك دائما في ترافعاته عن القارة الإفريقية في كل المحافل الدولية يؤكد للعالم بأن هذه القارة الإفريقية هي قارة الفرص هي قارة عنصر بشري نشيط هي قارة إمكانيات هائلة هي قارة أيضا رغبة مشتركة ووعي إفريقي منبثق جماعي يريد الإقلاع ويريد النهضة. ربط دول الساحل بالأطلسية سيساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات النفع وتسمح ببناء تكتل اقتصادي وسياسي مهم يجمع الدول الداخلية للساحل والصحراء ودول الغرب الإفريقي الأطلسية. مراحل متقدمة بلغت نسب إنجاز الطريق السريع تزنيت الداخلة فبالرغم من الصعوبات التي واجهتها عملية الإنجاز في بعض المقاطع على مستوى جهة قلميم ودنون بفعل صعوبة التضاريس وصلابة التربة غير أن الجهود تواصلت بهدف إطلاق كافة المقاطع الطرقية نهاية هذه السنة. حافظ محضار وجمال خصاصي. أشغال إنجاز الطريق السريع تزنيت الداخل على مستوى مختلف المقاطع التي تصل تزنيت ببوابة الصحراء المغربية قليميم مرورا بإقليم سيدي فني تسير بوثيرة متقدمة رغم صعوبة تضاريس المنطقة المتسمة بصلابة الصخور التي شكلت تحديا حقيقيا للقائمين على هذا الورش الضخم. الأشغال على مستوى هذه المقاطع تجاوزت نسب تقدمها 80%. كنت واجد حاليا بالمقطع رقم 2 اللي كيربط ما بين سيدي بو عبد اللي وانجا للطول ديالو 39 كيلومتر. 39 كيلومتر كتقسم على 2 ديال لي بروفانس. كاينه العماله ديال الاقليم ديال تيزنيت اللي فيها 10 كيلومتر وعماله ديال سيدي افني اللي فيها 29 كيلومتر. هذا كيتعتبر من اصعب المقاطع ولكن الحمد لله لحد الساعه الاشغال تجاوزت 80%.
وبالإضافة لهذه المسالك البالغة الصعوبة تتعدد المنشآت الفنية التي تنجز بهذه المقاطع والتي فرضت اعتماد تقنيات إنجاز بالغة التعقيد وبمستويات عالية من الجودة ودقة التنفيذ. هذا المقطع يعتبر من بين أصعب المقاطع بالطريق السريع نظرا لطبيعة الصلبة للصخور التي تستدعي استعمال المتفجرات، وكذلك وجود بعض العراقيل، بعض المعيقات التقنية، وكذلك قرب الساكنة من أماكن الأشغال التي تستدعي استعمال المتفجرات. الطريق السريع تيزنيت الداخلة بلغت حتى اليوم مراحل متقدمة على مستوى الإنجاز الإجمالي لهذا الورش الملكي، حيث تقدر نسبة الإنجاز ب 94% مع التوقعات بنهاية الأشغال ما تم السنة الجارية. الطريق الحلم التي ستحقق نقلة نوعية لمسارات التنمية المنشودة بالصحراء المغربية. في جديد أحوال الطقس، جو ماطر عاشته اليوم عدد من أقاليم ومدن المملكة. تساقطات مطرية وثلجية أنعشت الآمال وخلفت ارتياحا لدى المواطنين. ياسر العمراني، عبد العلي جنوني وأنور الغماري. تساقطات مطرية أضفت على شوارع المدن طابع فصل الشتاء الممطر. طال انتظار هذه الأمطار بعد فترة تميزت بارتفاع في درجات الحرارة على عكس المعتاد في هذه الفترة من السنة. هذه التساقطات المطرية تركت أثرا إيجابيا عند المواطنين. استبشرنا خيرا بعد الزخات المطرية بعد ما غطنا الله عز وجل بعد انتظار طويل. كما لاحظنا مؤخرا في السنين الأخيرة بدأت الشتاء كطيح سبحان الله العظيم ماشي في وقتها نظرا لتغير المناخ، ولكن الحمد لله أنا وخفت الساعة هذه الحمد لله يعني الفلاحة كانوا كينتظروا بفارغ الصبر ومشى الفلاحة يعني جميع المواطنين الحمد لله يعني كما كيقول حتى الشتاء سبحان الله عنده واحد الوقع غريب سبحان الله على النفس ديال البشر على الحيوان على النباتات على كل شيء. وشهدت مختلف مناطق المملكة المغربية تساقطات مطرية هامة سجلتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت أعلى المقاييس بكل من تطوان وطنجة ب 17 مليمتر والقنيطرة ب 14 مليمتر، في حين شهدت شفشاون تساقط 12 مليمتر وسيدي سليمان 11 مليمتر وفاس 10 مليمترات. وكما توقعت ذلك المديرية العامة للأرصاد الجوية تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 50 سنتيمتر على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1300 متر تعرفها اليوم وغدا عدد من مناطق المملكة، حيث أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب أن تهم هذه التساقطات الثلجية كلا من إفران، بولمان، صفرو، خنيفرة، تنغير، أزيلان، تازة، بن ملال، الحوز وميدلت إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 6 مساء، مشيرة أيضا إلى أن هبات رياح محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و95 كيلومتر في الساعة ستهم العديد من المناطق. ولمزيد من المعطيات والتوضيحات حول حالة الطقس ببلادنا ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد الحسين يعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. سيد الكريم مساء الخير، إذن ما هي حصيلة التساقطات المطرية والثلجية ببلادنا خلال الساعات الأخيرة، وماذا عن توقعاتكم بالنسبة للساعات والأيام القليلة المقبلة؟ ولله الحمد نتيجة لتأثر المغرب بامتداد منخفض جوي متمركز جنوب أوروبا اللي كان مصحوب بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، فبالتالي همت تساقطات مطرية معظم الأجزاء الشمالية للبلاد حيث سجلت بعض الأمطار التي بلغت كما ذكرتم أقصاها بتطوان وطنجة 17 مليمتر، 14 بقنيطرة، 12 بشفشاون، 11 بسيدي سليمان، و كذلك امتدت هذه الأمطار كذلك حتى المناطق ديال سايس السهول الأطلسية المتواجدة بين أسفي إلى طنجة.
وخلال الليلة القادمة بحول الله ينتظر بحول الله أن تستمر الأمطار خصوصا بالمناطق الداخلية مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مناطق ديال سايس يضرب الفوسفات والماس، المنطقة الشرقية بحول الله، كذلك بعض الأمطار الضعيفة ستهم حتى السهول الأطلسية الشمالية. المهم كذلك هو تساقط الثلجية مرتقبة في هذه الليلة إن شاء الله يوم غد، خصوصا بالمرتفعات ديال الأطلس الكبير والمتوسط اللي كيتجاوزوا 1300 متر، خصوصا المناطق ديال إفران، بولمان، سفروت، يعني خنيفرة، وكذلك المناطق ديال بني منال والحوز وميدلت. يوم غد بحول الله ستستمر بعض بقايا الأمطار والضعيفة المتفرقة كذلك بمناطق ديال الأطلس بالسهول كذلك الشمالية، وغتكون الأجواء باردة خصوصا بمناطق الأطلس، المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، ونسبيا باردة كذلك حتى السهول الداخلية شمال ووسط البلاد. كذلك بعد الرياح ستكون كذلك معتدلة إلى حين قوية بالمناطق الجنوبية والمناطق الوسطى للبلاد. هذه الأجواء ستكون باردة نظرا لأن تساقط الثلوج، وكذلك حتى الامتداد ديال الكتل الهوائية الباردة خلال يعني الأيام المقبلة بحولنا، خصوصا خلال الليل وبداية الصباح. نعم، إذن السيد الحسيني وعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، شكرا لك على كل هذه المعطيات. في موضوع آخر، وبمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترأس وزير الصحة اجتماعا مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة. الاجتماع هم تفعيل مخرجات الاتفاق الموقع بين هاتين الأخيرتين بتاريخ 15 أبريل الماضي. التفاصيل في متابعة فردوس الحرش وفؤاد الحرش. إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي يعرفها المشهد الصحي ببلادنا، في مقدمتها مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وكذا تأمين السيادة الدوائية، أهم ما تم تداوله خلال هذا الاجتماع. الصيدلة كتعرف تطور جد مهم على المستوى العالمي، سواء تحديات التكنولوجيا، تحديات الديموغرافيا، عدة تحديات اللي خصها تكون خصها واحد المواكبة. البلاد كتعيش واحد النقص مهول في المنظومة الصحية، وهما كشركاء يمكن لهم يساعدوا ويعاونوا هذه المنظومة الصحية باش ترتقي الأفضل، وكذلك في نفس الوقت أننا نحاولوا يكون التوجيه باش يخرجوا من هذه الأزمة، هذه الأزمة اللي كتعلق بعدة نقاط. اللقاء شهد حضور ممثلين عن النقابات الوطنية للصيادلة، حيث تداول من خلاله المشاركون الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع الصيدلة في سياسة عمل الوزارة وداخل المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام. أهم النقاط اللي تطرقنا لها واللي الحمد لله اليوم استجبنا لها السيد الوزير وحليناها هي جهوية المجالس ديال الهيئة ديالنا. دونك اليوم الحمد لله غادي يكون عندنا مجالس جهوية في جميع ربوع المملكة، وهذا كان مطلب المهنة منذ أزيد عن 20 سنة. أبرز النقاط اللي هضرنا عليها في هذا الاجتماع اللي كانت تضمنها وتضمنها الملف المطلبي ديالنا اللي بدينا من النهار الاول، والحمد لله جو بونس ان كاين شي نقاط اللي تحققت. اليوم كان لنا لقاء ناجح مع السيد الوزير المحترم. هذا اللقاء شكل يعني واحد محطه مهمه بعد سلسله من اللقاءات، هي 8 لقاءات مع مسؤولي مديريه الادويه والصيدله من اجل الدفع بالقطاع. يندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بتاريخ 15 من أبريل المنصرم. انتخب المغرب اليوم بالإجماع رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2024، وجاء انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما السيد يوسف بلة على رأس هذه الهيئة الإدارية العليا لأكبر منظمة إنسانية على المستوى الدولي خلال الدورة الأولى العادية للمجلس. والمغرب حاضر بقوة في فعالية المعرض الدولي للفلاحة بباريس منذ 10 سنوات، والمغرب يشارك في هذه التظاهرة العالمية، والجناح المغربي بمنتوجاته المجالية المتنوعة يمنح الزوار فرصة تذوق أصناف متعددة من الأطباق المغربية الأصيلة، وكذلك التعرف على غنى وتنوع عالم الطبخ المغربي. من باريس نتابع مراسلات نسرين حمداوي، لطيفة بن حليمة ومحمد توانينا.
في قلب باريس وتحت عنوان المغرب قرون من النكهات، يبرز ثراء المطبخ المغربي عبر رحلة تمتد لأزيد من 1200 عام. هو وقت الظهيرة هنا بجناح المغرب، والطاهي الشيف رشيد يقوم بتحضير طبق من الوصفات المغربية الأصيلة التي يقبل عليها الزوار بقوة لتذوقها واكتشاف نكهاتها وسر لذتها، سر يكمن في حسن اختيار المنتوجات المجالية المغربية وطريقة تحضيرها. Donc là on est venu au salon avec mes enfants. هذه الأجواء تذكرنا بالمغرب. جئت مع أبنائي إلى المعرض لاكتشاف الأطباق العالمية وأكلات المغرب بشكل خاص. On est obligé de passer par nos origines. C'est vraiment bon. هي أكلات لذيذة جدا، اكتشاف جميل. Beaucoup de choix. Les aubergines sont excellentes. تذوقنا أطباق مختلفة كلها لذيذة جدا. احنا جد فخورين بالتواجد ديالنا في هذا لو grand salon ديال باريس. اللي تيكون كل سنة واللي تيتواجد فيه المغرب وبقوة تبارك الله بواحد لو غران بافيون ومجموعة ديال المنتوجات المحلية اللي تتمثل جميع المناطق المغربية وتبارك الله ذات واحد الجودة اللي هي عالية وتنعرفوا بأنه هي اللي تتعطي البصمة للمطبخ المغربي والأكل المغربي. الزوار هنا يكتشفون الثراء المميز لفنون الطبخ بالمغرب من خلال تذوق الأطباق الأصيلة التي يعدها الشيف رشيد بأسلوبه الخاص في فنون الطهي والابتكار، ما أثار إعجاب هذا الطاهي الفرنسي. C'est magnifique. Il y a toutes les associations de goût qui sont là. Les uns après les autres, il y a le toast, les oignons confits. طبق رائع فعلا يجمع أنواع مختلفة من النكهات التي امتزجت بشكل جيد مع بعضها البعض. Caramélisé à souhait et tout est harmonisé en fait en bouche. C'est pas وسط هذا العدد الكبير من الزوار من مختلف الجنسيات الذين توافدوا على الجناح المغربي، كان الحضور اللافت لوزير الفلاحة الإيفواري الذي تقاسم مع الحضور هذه الأجواء. Nous sommes habitués à la gastronomie marocaine. أنا أعرف جيدا المطبخ المغربي بحكم الروابط القوية التي تجمع بين بلدينا. شاركنا دائما في ملتقى الفلاحة بمكناس، والمغرب كان ضيف شرف المعرض الدولي للزراعة بأبيجان. نفتخر بعلاقاتنا وسعداء بالأجواء التي عشناها خلال الكان. إلى جانب التعريف بفن الطبخ المغربي، يكتشف زوار المعرض غنى وتنوع المنتوجات المحلية المغربية، كما يتيح ملتقى باريس للعارضين المغاربة الاتصال المباشر مع المستهلك الفرنسي ومع المستوردين المحتملين في السوق الأوروبية. في ثمانينيات القرن الماضي تم إحداث الحي الصناعي سيدي غانم بمراكش، والذي أضحى مع توالي السنوات مركزا صناعيا واقتصاديا يحتضن العديد من الشركات. لكن وبعد مرور 4 عقود أضحى هذا القطب الاقتصادي بحاجة إلى تهيئة وتأهيل للحفاظ على جاذبيته. الروبورتاج لأمين علام، معتصم بالله البعزاوي وعادي المعروفي. على مساحة تناهز 200 هكتار يمتد الحي الصناعي سيدي غانم الذي أحدث في ثمانينيات القرن الماضي ليكون مركزا اقتصاديا يستقطب المستثمرين الصناعيين. ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا الحي ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات والوحدات الصناعية والورشات والمحلات التجارية التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد المدينة الحمراء، الأمر الذي استدعى إطلاق مشروع للتهيئة. لكن تعثر الأشغال خلق استياء في أوساط المستثمرين وأصحاب المحلات التجارية. الترافو ديال هادشي ديال هاد الحي الصناعي تعطلوا فيه بزاف، ودابا حنا بالنسبه لنا تنخلصوا الكرايه راه هكاك وقاعدين، لان ملي تيجي عندنا شي كليان ولا شي حاجه تيشوف غير هاد الغبابر وهادشي ما باقي كاع تيجي لهنا. وبالنسبه للترافو حنا فرحانين بهادشي، ماشي فرحانين به، لان المصلحه العامه هادي ومزيانه لينا ومزيانه للناس اللي كيجيو الكليان. توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف فالسنة الماضية وإطلاق برنامج جديد للتأهيل بعث الأمل من جديد في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها الحي الصناعي سيدي غانم. والصور هنا لإحدى جلسات العمل التي يشرف عليها المجلس الجماعي لمدينة مراكش لتتبع أشغال التهيئة التي انطلقت في مرحلة أولية بمعالجة شبكة التطهير. مع الوقت فقد
بدا تيفقد الهويه ديالو، ما باقيش معروف واش حي صناعي ولا حي سكني ولا شنو. الان تم التدخل بعد الدراسه مع الساده المهندسين والساده المختصين، بان بانه لا تم التدخل باش يمكننا نحافظوا على هذا الحي الصناعي. الان كتشوفوا الاشغال اللي بدات هي اشغال كتهم البنيه التحتيه والشبكات، شبكه ديال التطهير السائل، شبكه ديال الاناره العموميه للكهرباء، يعني التطبيع ديال النورماسيون ديال لين ديال الكهرباء، ايضا الجهد المنخفض والجهد المتوسط. هادو هما الاشغال اللي سبقات تهيئه، من بعد غتجي اشغال تهيئه ديال الطرقات، الارصفه، المساحات الخضراء، الواجهات. عرف الحي الصناعي ايضا في السنوات الاخيره استقرار وحدات انتاجيه وورشات لفنانين ومصممين في مجالات ابداعيه مختلفه، ما حدا بالقائمين على مشروع التهيئه برمجه مشاريع لتنشيط هذا الحي وادراجه ضمن مناطق الجذب السياحي لمدينه مراكش. هذا المشروع نتاع الاعاده التاهيل غادي تخلينا باش نعاودوا نطوروا اكثر هاد المشاريع اللي هما كاينين هنايا، اللي هما صناعات بلس غادي تتحول لصناعات فنيه. من المتوقع ان تنتهي اشغال اعاده تهيئه وتاهيل الحي الصناعي سيدي غانم بمدينه مراكش مع بدايه سنه 2025، لتخط صفحه جديده في تاريخ هذا المركز الصناعي كقطب اقتصادي يلعب دورا رياديا في تنميه هذه المدينه. وبمناسبة 15 من شهر شعبان الأغر، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية للشرفاء العالميين بإقليم العرائش. فبضريح الولي الصالح مولى عبد السلام بن مشيش بجماعة تزروت بإقليم العرائش، قامت اللجنة بتسليم هبة ملكية للمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتكفل بتوزيعها على ذوي الحقوق من الشرفاء العالميين. امين الميادين آمين. وان تجعله يا مولاي يسر لمولانا امير المؤمنين. وبمقر الزاوية الحراقية بمدينة تطوان، أشرفت اللجنة على تسليم هبة ملكية لفائدة شرفاء الزاوية الحراقية، وذلك خلال حفل تميز بحضور عدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمد في عمر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من عز وازدهار لهذه الأمة، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. رياضيا، ولأول مرة بالمغرب تحتضن محطة غازوت نهائيات بطولة العالم لركوب الموج بودي بورد، تتويج لكبار الأسماء وتألق مغربي لفئات الشبان. قائمة بالعشي وعثمان تاسي. بانورامي لنقطة أنكور تغزوت أفضل 10 أمواج في العالم لركوب الموج، أضحت الوجهة المفضلة لأشهر وأمهر ممارسي ركوب الموج من هواة ومحترفين. منذ أسبوع عاشت تغزوت مع أكبر حدث عالمي في ركوب الموج نهاية بطولة العالم للبودي بورد بمشاركة مجموعة من الأسماء العالمية المصنفة. نذكر هنا البرازيلي جابرييل براغا المصنف عالميا في المرتبة 11. في النهائي كان في مواجهة أرميدا سوليفاغيز الذي كان حاضرا في أطوار البطولة الدولية بمدينة الدخلة. التتويج النهائي كان من نصيب البرازيلي بمجموعة 18.25 مقابل 17 لسوليفاغيز. هذه أول زيارة للمغرب للمشاركة في بطولة العالم للبودي بورد، وأنا سعيد بالفوز بالنهاية، والمغرب نجح في احتضان هذه التظاهرة العالمية لركوب الموج. في مسابقة فئة الشبان، الفرنسي لوكا زانيناتو تمكن من الفوز بالمرتبة الأولى أمام الإسباني ألكسندر مونتيس بمجموع 17.5. في هذه البطولة فسحت الجامعة الملكية المغربية المجال للممارسين المغاربة في فئة الكبار المصنفين ضمن أفضل 32 في سنة 2024، كما قامت بتسجيل مجموعة من العناصر
في فئة الشبان والذين خلقوا مفاجآت سعيدة. المغاربة كاملين يعني بينوا على واحد لبون نيفو لا في الأوبن ولا في الجونيور. عندنا الحمد لله جوج ديال لي بوديوم. عندنا العبدي محمد وبن سد بن عيسى في اقل من 18 سنه اللي احتلوا المركز الثالث على يعني اون اكزيكو. على مستوى فئة الكبيرات ساري أوهارا من اليابان صاحبة المرتبة الأولى في التصنيف العالمي وحاملة لقب السنة الماضية تمكنت من الفوز باللقب أمام لولا هاردمان من البرازيل حصدت مجموع 15.5. في رياضة المغامرات والتحديات الكرواتية فالونتينا كافولا تحطم الرقم القياسي العالمي في رياضة الغطس في المياه المتجمدة بقطعها مسافة 140 مترا في بحيرة أنترسيلفا الإيطالية. ابتسام أدريس. من فتحة مياه متجمدة وتحت إشراف مجموعة من الخبراء تجربة مثيرة مليئة بالتحدية والمخاطر تمكنت من خلالها الكرواتية فالونتينا كافولا من تحطيم الرقم القياسي العالمي في الغطس في المياه المتجمدة لبحيرة أنترسيلفا الإيطالية قاطعة مسافة 140 متر. فولا البالغة من العمر 27 عاماً حطمت الرقم القياسي الذي كان في حوزة الياباني ياسوكو أوسكي والذي سجل 126 متر. فالنتينا كافولا ربطت علاقة قوية مع المياه المتجمدة بعد أن اكتسبت مناعة أمام قصوات المناخ. الغطس في المياه المتجمدة هي مغامرة فريدة تتطلب معدات خاصة للحفاظ على حرارة الجسم وضمان سلامة الغواص وتحتاج أيضاً إلى مستوى عالي من التدريب والخبرة للتعامل مع التحديات التي تواجه المغامرين في مياه قد تصل درجة الحرارة فيها إلى 9 درجة مئوية. إلى التذكير بالعناوين. وزير الخارجية الفرنسي يجدد بالرباط أكيد فرنسا على دعمها الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب ويعرب عن إعجابه بدينامية التنمية في المغرب بقيادة جلالة الملك. برئاسة المغرب الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تؤكد على أهمية الحق في التنمية كأولوية. خلالها ينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة وثلوج بالمرتفعات التي يفوق علو 1300 متر والمديرية العامة للأصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية. تميز مغربي في فئة الشبان خلال بطولة العالم لركوب الموج صنف البودي بور التي يحتضنها شاطئ تاغازوت والتي تنظم لأول مرة في المغرب. سعداء بالتواصل معكم ألقاكم غدا بإذن الله.